السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من كشك الصحافه وفي ابرز عناوينها. ارفع صوتك، موقع دولي يتحدث عن يوم واحد وزعت فيها كمامات لعمال النظافه في صنعاء. ومن موقع العربي الجديد، عسل اليمن، الحرب تقضم تصديره رغم جودته. ومن أخبارنا المنوعة، أمريكي ينجو من موت محقق بكورونا ويتلقى فاتورة بأكثر من مليون دولار. يثير موقع المشاهد نت سؤالا هاما في ظل الأوضاع التي يعيشها اليمن، حيث تساءل الموقع ما دوافع هجوم إريتريا على الجزر اليمنية بعد هدوء دام لسنوات بين اليمن وإريتريا المطلتين على البحر الأحمر. تصدت البحرية اليمنية لهجوم عسكري إريتري على جزيرتي حنيش وزقر اليمنيتين في 3 يونيو الجاري، وسيطرت على زورقين من قوام 3 زوارق إريترية مهاجمة. ويأتي هذا الهجوم رغم أحقية اليمن بالجزيرتين وفقا لإعلان لجنة التحكيم الدائمة في العام 1998 بانتماء أرخبيل وأرخبيل حنيش لليمن. مدير مركز الإنزال السمكي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة داود مشولي كشف للمشاهد عن استمرار إريتريا في احتجاز 11 قاربا من أصل 14 قاربا واعتقال 30 صياد كانوا على متن تلك القوارب، مؤكدا إفراجها عن 68 صيادا فقط. تلك الممارسات أثارت التساؤل عن دوافع إريتريا للتحرك في هذا التوقيت الذي يعيشه اليمن منذ 6 أعوام، معتبرا بأن تلك التحركات ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في إريتريا. عادة ما تخترق المياه الإقليمية لليمن لتعقب الصيادين الذين تزعم أنهم يصطادون في مناطق ما زالت محل خلاف، لأنه لم يجري تنفيذ قرار التحكيم الصادر بخصوص التنازل لليمن عن الجزيرة. يضيف الخلاف يتمحور على حدود البحر الإقليمي وما بعد جزيرة حنيش، لأن البحر يضيق في تلك الأماكن وامتداد البحر الإقليمي للطرفين يجعل هناك تداخلا في المياه، على أن هناك منطقة اقتصادية خالصة ومتاحة للصيد فيها لجميع الأطراف. ويتطرق تقرير الموقع إلى الدور الإماراتي، حيث تسعى القوات الإماراتية إلى الهيمنة على حركة الملاحة في مدخل باب المندب عبر قاعدتها العسكرية في كعكة شمال مدينة عصب الإريترية التي أقامتها في أبريل عام 2015 بعد اتفاقها مع الحكومة الإريترية على عقد إيجار لمدة 30 عاما. وتحاول الإمارات السيطرة على مضيق باب المندب وطرق الملاحة البحرية وتوسيع نفوذها العسكري بعد أن اتخذت من مشاركتها في حرب اليمن حجة في إقامة قاعدتها العسكرية في ميناء عصب الإريتري. بنك سويسري يغسل الأموال أثناء القصف في اليمن. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية مقالا مطولا عن أموال صالحة التي تم تحويلها عبر بنك في سويسرا إلى سنغافورة، وجاء في مقتطفات من المقال الذي ترجم لصالح قناة بلقيس. ما كان لعلي عبد الله صالح رئيس اليمني لأكثر من 3 عقود أن يشعر بالقلق لو كان على قيد الحياة، وفقا لحكم صادر عن المحكمة الفيدرالية في 19 مايو 2020، فبنك يو بي اس أكبر بنك في سويسرا قد حول الأموال مرتين في عام 2011 من اليمني إلى بنك موجود في سنغافورة لأحد أفراد العائلة. كالعادة لا تكشف المحكمة الاتحادية عن اسم المستفيد، لكنها حددت أنه شخص خاضع لإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر التي حددها مجلس أمن الأمم المتحدة بخصوص اليمن. يكشف موقع تحقيق مدينة جوثام أن مكتب المدعي الفيدرالي فتح تحقيقاً أولاً في إبريل 2014 ضد الرئيس اليمني السابق وضد مجهولين للاشتباه في غسيل أموال، وعقب ذلك في يوليو 2017 تحقيق جديد في غسيل الأموال ضد مجهولين لهم علاقة بمسؤولين في السلطة في اليمن. بالإضافة إلى ذلك،
فتحت السلطة الإشرافية للسوق المالية الفيدرالية إجراءات ضد بنك يو بي إس لفشلها في الإبلاغ عن هذه المعاملة المريبة للغاية. وقد تمت هذه العملية تحويل 65 مليون دولار في فترة الربيع العربي، في حين كان رؤساء دول عربية أخرى مصر وتونس متورطين في شكوك في غسيل أموال. يجبر قانون غسيل الأموال لعام 1997 البنوك السويسرية على طرح الأسئلة، ولا سيما أن تسأل الأشخاص المسلطة عليهم الأضواء مثل رؤساء الدول عندما تصل مبالغ إلى حساباتهم أو حسابات المقربين منهم من 7 أو 8 أرقام. ولكن على ما يبدو بالنسبة لبعض المؤسسات السويسرية، فإن إغراء إغلاق أعينهم كما في الماضي يبدو قويا للغاية على الرغم من المخاطر. صحيح أن إدارة حسابات أي دكتاتور أو عضو مافيا هي بوضوح أكثر ربحية من الاهتمام بحسابات دافع الضرائب النزيه، فنادرا ما يجادل الطغاة وغاسلو الأموال في مقدار الرسوم المصرفية وفتح الحسابات. هذه العملية بين اليمن وسنغافورة تغطي في النهاية 65 مليون دولار فقط. من جهة أخرى، من الناحية الأخلاقية يبدو من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل تبرير هذا التحويل إلى سنغافورة في الوقت الذي يعاني فيه اليمن، وهو واحد من أفقر البلدان في العالم، من حرب أهلية مروعة مما تسبب في عشرات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين. يعتبر العاملون في قطاع النظافة في اليمن أكثر المتضررين من الأوبئة المعدية لعدم ارتدائهم أدوات السلامة أثناء قيامهم بالعمل، خصوصا وهم يعملون في بيئة مليئة بالمخلفات غير الصحية وما يترتب على ذلك من ضرر على صحتهم. ووفقا لتقرير نشره موقع ارفع صوتك بعنوان عمال النظافة باليمن في مرمى كورونا، يقول أحد العاملين في النظافة للموقع: لم نحصل على أي شيء، لا كمامات ولا قفازات ولا غيرها، نحن نعمل في بيئة خطرة ولا أحد يهتم بنا، نخاف من كورونا ولكننا مجبرون على العمل من أجل لقمة العيش. مسؤول في صندوق النظافة قال إنه جرى توزيع كمامات وقفازات لعمال النظافة بصنعاء وتم استخدامها خلال يوم واحد فقط. حدث هذا قبل شهر من الآن، ولقد كان بمثابة احتفال أن يتم توزيع كمامات لعمال النظافة. ويقول الموقع: يبقى عمال النظافة في واجهة المخاطر، ما يستدعي رفع صرخته إلى الجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لحماية العاملين في الشوارع. يضيف أنه يجب منحهم قفازات وكمامات بأعداد كافية وبشكل يومي إلى جانب المعقمات لحمايتهم من العدوى حتى لا يتحولوا إلى مصدر متنقل للعدوى. الأطباء الذين ينتظرون وصول حالات كورونا في مراكز العزل في صنعاء ويخاطرون بحياتهم مقابل إنقاذ حياة الآخرين تعرضوا للاعتداء من قبل مسلحين. وعنوان موقع المصدر أونلاين: إعلان توقيف العمل في مركزين لعلاج المصابين بكورونا في صنعاء بعد تعرض طواقمهما للاعتداء. وأعلن الأطباء العاملون في مركز العزل الخاص باستقبال المصابين بوباء كورونا في مستشفى جامعة العلوم، أعلنوا تعليق استقبال مصابين جدد بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مسلحين. وقالت رسالة وقعها العاملون في مركز العزل بالمستشفى وحصل المصدر أونلاين على نسخة منها، قال إن مسلحين هاجموا المركز وروعوا العاملين فيه ولم يجدوا أي حماية من أي أو من أمن المستشفى أو تجاوبا من الجهات الرسمية، وقالوا إنهم لن يستقبلوا أي مصابين جدد بوباء كورونا في مركز العزل التابع لمستشفى جامعة العلوم حتى يتم توفير الحماية للطاقم العامل في المركز ومحاسبة المعتدين. وكان الأطباء العاملون في المستشفى الملكي بصنعاء تعرضوا نهاية الأسبوع الماضي لاعتداء من مسلحين، حيث اقتحم مسلحون من أقارب أحد المرضى العناية المركزة وضربوا الأطباء والممرضين حتى سالت دماؤهم. وأعلن طاقم مركز العزل في المستشفى الملكي إيقاف العمل حتى توفير الحماية وضبط المسلحين الذين اعتدوا على الطاقم. ويتعرض الأطباء في مناطق سيطرة الحوثيين لتهديدات وضغوطات لإجبارهم على مواصلة العمل في ظل عدم توفير أبسط وسائل الحماية التي تقيهم من الإصابة بوباء كورونا. الكادر الطبي اليمني: موت وخراب ديار. تحت هذا العنوان
كتبت أستاذة الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة صنعاء الدكتورة سامية عبد المجيد الأغبري، كتبت مقالها المنشور في موقع المشاهد نت مضيفة في أجزاء من المقال: يتقاطر المرضى على المستشفيات وبخاصة الحكومية بأعداد كبيرة غير ملتزمين بوسائل الحماية، يتزاحمون بدرجة كبيرة ولا تدري من المريض مرضاً عاجياً ومن المصاب بفيروس كورونا. الوعي لدى الناس متدنٍ، بعضهم مستهترون، والكثير منهم غير مصدق خطورة المرض نظراً لضعف التوعية الإعلامية، بل إن إعلامنا ينكر أساساً وجود المرض وانتشاره بشكل كبير. لا تتوفر مستشفيات وأسرة كافية للمرضى، وخصوصاً في المستشفيات التي خصصت للعزل الصحي. لا تتوفر معدات طبية كأجهزة التنفس الصناعي وأدوية إسعافية للمرضى بفيروس كورونا سوى بشكل ضئيل، وتذهب لمن لديه واسطة من العيار الثقيل. وتبعاً لذلك أصيب الكثير من الكوادر الطبية وبالذات الأكاديمية العاملة في المستشفيات المختلفة في كل من صنعاء وعدن وإب وتعز وغيرها، وبعضهم تمكن من الشفاء والكثير منهم توفى. لا يمر يوم إلا ويتوفى طبيب أو ممرض أو أي عامل في المجال الصحي، حيث لا يجد الكثير منهم مكانا لهم في المستشفيات ولا من يعالجهم من زملائهم، وأغلبهم يحجرون أنفسهم في بيوتهم. وقد خسر اليمن خيرة أطبائه المهرة والمتميزين، وأثر ذلك نفسيا على معنويات الكثير من الأطباء الذين ما زالوا صامدين في وجه الفيروس الكوروني. وأصبح الأطباء في وضع لا يحسدون عليه، فمن رحلوا عن دنيانا لم يهتم أحد بهم، ولم توضح الجهات المعنية أسباب وفاتهم، هل بسبب الفيروس أم لأسباب مرضية مزمنة أخرى، أم كما يشاع إنه يتم التخلص من بعضهم، حيث لم تصدر نقابة الأطباء في كل من صنعاء وعدن وكذا الجهات المعنية في وزارة الصحة أي معلومات توضح أسباب الوفاة الحقيقية. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الحوثيين شرعوا في تنفيذ الحملة السنوية لتجنيد الآلاف من طلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية على عدة مراحل، تبدأ بالتجنيد الفكري لمن هم دون العاشرة وتنتهي بتجنيد الطلاب في المراحل الدراسية الأعلى. هذه الحملة أتت موازية لحملة مماثلة أطلق عليها حشد الطاقات الوظيفية، وتستهدف تجنيد الموظفين وخاصة المعلمين وإرسالهم إلى جبهات القتال. ورغم أن جائحة كورونا وخشية الأسر على أبنائها حالت دون إرسال هؤلاء إلى ما تسمى المراكز الصيفية، وهي المدارس والمساجد التي تحولها الميليشيات إلى مراكز للتعبئة الطائفية والعسكرية، إلا أن الميليشيا أعلنت تخصيص برامج المحطات التلفزيونية وأيضا الإذاعية المحلية التابعة لها للمرحلة الأولى والمتعلقة بالتعبئة الفكرية الطائفية. يحافظ العسل اليمني على مكانته الرفيعة بين أنواع العسل في العالم بسبب طبيعة الأرض التي توجد فيها المناحل وتعدد التضاريس وتنوع المراعي، لكن مع توقف التصدير تقريبا يعاني هذا القطاع وفقا لصحيفة العربية الجديد عسل اليمن الحرب تقضم تصديره رغم جودته. يقول أحد العاملين في مجال العسل: الحرب كان لها تأثير على إنتاج وتصدير العسل، لكنها لم تؤثر على مكانته وسمعته والجودة التي يتميز بها. ويضيف: حتى اليوم ما زلنا نصدر العسل إلى دول الخليج بالرغم من الحرب، فهو مطلوب بسبب جودته وما يتميز به من خصائص. ويفيد تقرير الصحيفة: للحرب والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تأثير مباشر على تربية النحل من جراء ارتفاع أسعار المغذيات وخلايا النحل وزيادة كلفة التربية، وهو ما أدى إلى نقص عدد خلايا النحل وفقدها عند كثير من النحالين. ووفقا للصحيفة فهناك مشاريع تهدف إلى تأهيل صغار المزارعين في اليمن وتساعد في امتلاك خبرات التربية الحديثة للنحل وتحقيق الأمن الغذائي لمربيه. رئيس قسم الصحة العامة العالمية بجامعة أدنبر البريطانية ديفي سيردهار يكتب عن ماذا يجب علينا فعله تجاه فيروس كورونا، قالت في جزء من المقال الذي نشرته الغارديان: وجهة نظري الخاصة
هي أنه يمكننا تجنب قدوم موجة ثانية إذا تمكنت الحكومات من احتواء الفيروس بقوة من خلال الاختبارات وتعقب حاملي الفيروس وعزلهم، ومن خلال تشجيع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين والتطهير البيئي مدعومة بالتباعد الجسدي حيث يكون لزاماً. والهدف هو تخفيض عدد الحالات إلى مستوى منخفض بحيث يقتصر نقل العدوى على بؤر تفشي منفصلة قابلة للاحتواء، مع الهدف النهائي المتمثل في القضاء عليها. فكر في هذا على أنه سلسلة من الحرائق الصغيرة التي تنشأ باستمرار والتي يجب إخمادها بسرعة قبل أن تتحول إلى حريق لا يمكن السيطرة عليه. وقد عملت كوريا الجنوبية وألمانيا بشكل فعال مع هذا النهج، حيث طبقتا استراتيجيات إجراء الاختبارات الشاملة لأكبر عدد من الناس وأساليب التتبع وعزل حاملي الفيروس واستخدام أنظمة المراقبة لتحديد خريطة انتشاره. لكن التركيز على الوفيات الناجمة عن موجة ثانية قد يصرف الانتباه عن الحصيلة الحقيقية النهائية من الخسائر التي يخلفها الفيروس، الأضرار طويلة المدى التي يمكن أن يتسبب بها للرئتين والقلب والكليتين والدماغ وحتى الأوعية الدموية بين أولئك الذين يتعافون. ويظهر هذا البعد كواحد من أهوال كوفيد-19، وغالباً ما يتم نسيان أن كورونا هو فيروس جديد مختلف تماماً عن الإنفلونزا، وأنه قد تكون له تأثيرات صحية طويلة المدى لن يتم التعرف إليها وتحديدها إلا في أشهر أو سنوات. إذا كان فيروس كورونا يمثل لجيلنا ما مثله شلل الأطفال سابقاً، فإننا يمكن أن ننظر إلى النهج الذي تتبعه الحكومات في منطقة المحيط الهادئ. فقد تمكنت نيوزيلندا من القضاء على فيروس كورونا، وتقترب أستراليا من تحقيق هذا الهدف. ومع وجود نقاط التفتيش الحدودية يمكن للأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان أن يعودوا إلى الحياة الطبيعية. والآن عادت المباريات الرياضية في نيوزيلندا وأعيد فتح المدارس ويجري الحجز لحفلات الزفاف، ويمكن للناس أن يروا أقاربهم بأمان. 70 أمريكي تمكن من النجاة بحياته بعد إصابته بفيروس كورونا، لكن سعادته لم تدم بحسب موقع دي دبليو، وسبب أنه تلقى فاتورة من 181 صفحة بقيمة 1,100,000 دولار مقابل علاجه في المستشفى على مدار 62 يوما. أدخل مايكل فلور مستشفى في سايتل وبقي فيه لمدة 62 يوماً، عانى خلالها من حالة متقدمة من المرض لدرجة أن الطاقم الطبي اتصل بزوجته وأولاده ليتمكنوا من إلقاء الوداع الأخير عليه، لكن فلور تعافى وخرج من المشفى على وقع هتافات الطاقم الطبي لأنه تلقى فاتورة من 181 صفحة يبلغ مجموعها 1,122,000 دولار. من حسن حظ مايكل فلور أنه مشمول ببرنامج تأمين حكومي للمسنين، وليس عليه أن يدفع نفقات علاجه الطبي من أمواله الخاصة. بيد أن السبعيني الأمريكي قال إنه يشعر بالذنب مع علمه أن دافعي الضرائب سيتحملون الجزء الأكبر من الكلفة في بلد تعتبر فيه الرعاية الصحية من بين الأكثر كلفة في العالم. حياة السود مهمة، شعار رفعه المحتجون بمظاهرات أمريكا ولاقى صدى واسعا حتى رياضيا. فقد تقرر بحسب موقع شبكة البي بي سي استبدال أسماء لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المكتوبة على ظهر قمصانهم بعبارة حياة السود مهمة خلال أول 12 مباراة بعد استئناف البطولة. كما سيدعم الدوري الإنجليزي أي لاعب يختار أن يجثو على ركبة واحدة قبل أو أثناء المباراة. وسبق أن أبدى لاعبون في الدوري الألماني لكرة القدم التضامن مع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات إثر مقتل الأمريكي أسود البشرة جورج فلويد بعد أن جث شرطي على رقبته لنحو 9 دقائق. وجاء في بيان مشترك لجميع الأندية 20 المشاركة في الدوري الإنجليزي: نحن اللاعبين نقف متحدين
على هدف وحيد وهو القضاء على التحيز العنصري. وحتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي تحمل قمصان اللاعبين شارة بعبارة حياة السود مهمة، وشارة أخرى لشكر هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا على جهود العاملين بها أثناء أزمة فيروس كورونا. المظاهرات والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد العنصرية لا تزال مستمرة. نتابع معكم جزءاً من الصور الملتقطة لبعض هذه المظاهرات والمنشورة في صحيفة واشنطن بوست. أيضا نتابع عدد من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. إذن مشاهدينا، في ختام هذه الجولة الصحفية تقبلوا خالص تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل صقر الصنيدي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.